في فيينا اختتمت اليوم أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالاتفاق على إجراء محادثات ثنائية. من جانبه كشف كبير المفاوضين الإيرانيين أن واشنطن مستعدة لرفع معظم العقوبات، لكن طهران تطالب بالمزيد في محادثات فيينا. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اللجنة قررت البدء بمشاورات الخبراء وتحضير مسودات النصوص بشأن الاتفاق النووي. بدورها قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنه لا يوجد شيء مضمون في المفاوضات، لكنها على السكة السليمة. ومتابعة ينضم إلينا من فيينا مراسلنا أشرف سعد، كما تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد، وأيضا من واشنطن مراسلنا جو تابت. أبدأ من فيينا معك أشرف، كل هذه الإيجابية وهذه المعلومات هل تصب في الاتجاه للذهاب إلى مفاوضات مباشرة وثنائية؟ حتى الآن لا مؤشرات على جلوس الأمريكيين مع الإيرانيين على مائدة حوار واحدة، خصوصا وأن إيران ترفض ذلك بسبب أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وما زالت حتى هذه اللحظة منسحبة منه، وبالتالي فهي لا تقبل الجلوس مع الأمريكيين، أو إيران لا تقبل الجلوس مع الولايات المتحدة قبل أن تعود للاتفاق النووي. الموضوع معقد للغاية، خصوصا مع التصريحات الإيرانية التي تسبق النتائج كل لحظة وتتحدث عن عروض أمريكية سخية في رفع العقوبات. هذا عباس عراقجي تصريحاته بالطبع كانت لوسائل إعلام إيرانية حصرا لوسائل إعلام إيرانية، وبالتالي فهي تستهدف الداخل الإيراني وترمي تحقيق مكاسب على الأرض على الداخل الإيراني، وعلى يعني يروج لفريقه أنه يحقق نجاحات، ولكنه يرفض هذه المكاسب ويرد ويطالب بأكثر منها. هذه المرة السابقة هذه التصريحات أثارت غضب الوفد الأمريكي الذي كان في طريقه إلى واشنطن عندما صدرت هذه التصريحات، وبالإضافة إلى تسريبات أخرى ربما سببت بعض المشاكل بين الوفدين، خصوصا وأنها تحدثت ربما عن تبادل للسجناء وأمور أخرى لم يتم التطرق إليها على الإطلاق. على كل حال المحادثات كانت قصيرة للغاية، لم تتجاوز 45 دقيقة، ثم رفعت على أن تعقد وعلى أن تستمر على مستوى الخبراء واللجان التقنية، وفي نفس الوقت اتفقت الأطراف على عقد لقاءات ثنائية، يعني الوفد الإيراني ربما مع الوفد الروسي أو الوفد الإيراني مع الوفد الصيني، وذلك في محاولة لتفعيل وجهات النظر، تقريب وجهات النظر وتفعيل الإجراءات على قدر المستطاع. من فيينا إلى موسكو أريج، مندوب روسيا كان تحدث بأن هذه الجولة قد تكون الأخيرة والنهائية قبل المفاوضات المباشرة والجلوس على طاولة واحدة، كيف يمكن ربط ما أعلنه المندوب الروسي مع هذه المعلومات من فيينا مع أشرف؟ حقيقة روبير هناك بالفعل تفاؤل حذر من الجانب الروسي، هذه النبرة التي تتحدث بها تصريحات ميخائيل أوليانوف التي يكتبها عن تويتر ويحرص من خلالها على الوقوف ونشر ما يجري في اجتماعات اللجنة المشتركة الخاصة باستعادة الاتفاق النووي مع إيران. في آخر هذه التصريحات يتحدث روبير عن رغبة الأطراف بتكثيف مباحثاتهم ومشاوراتهم، وربما أيضا يشير إلى عدم رغبة المتفاوضين مغادرة فيينا هذه المرة في إطار الجولة الحالية دونما الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات حول كيفية استعادة هذه الخطة. وكان بالفعل قد تحدث بكثير من التفاؤل الحذر أيضا في وقت سابق سبق بدأ هذه الجولة عن أن ربما تكون هذه الجولة النهائية كما ينظر إليها الجانب الروسي، ويأمل أن تكون جولة نهائية لأنه هناك تواريخ معينة، هناك الانتخابات الرئاسية التي يقبل عليها الجانب الإيراني، هناك التاريخ 22 من مايو أيار روبير الذي أيضا تنظر إليه موسكو بشيء من الريبة، وهو انتهاء يعني الاتفاقية التي تجمع طهران مع وكالة دولية للطاقة الذرية وإمكانية وصول خبراء الوكالة إلى مواقع إيران النووية. يعني كل ذلك ممكن أن يترتب عليه تعقيدات إضافية بالنسبة للجانب الروسي كما ينظر إليها، تعقد المشهد غير السهل والمعقد أساسا، بالإضافة إلى استمرار وجود خلافات من الجانبين الإيراني والأمريكي والتي يسعى ربما جانب
الروسي بالإضافة إلى الأطراف الدولية إلى تضييق شرخ هذه الخلافات. من فيينا وموسكو إلى واشنطن، جو كبير المفاوضين الإيرانيين يتحدث عن مسودات، لماذا لم يصدر بعد أي موقف أمريكي رسمي في الجولة السابقة؟ كان هنالك بيان الأحد الماضي للخارجية الأمريكية وقد نفت ما تتناقله إيران. هل نحن نتجه إلى قبول أمريكي وإلى ما أعلنه أيضا كبير المفاوضين والمتصل بأن تمت الموافقة من قبل الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية؟ روبير، في الواقع هناك أجواء من التفاؤل في الخارجية الأمريكية هنا في واشنطن. متحدث باسم الخارجية وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين أكد أن المسألة باتت قريبة وأن هناك وأن تفاهما قد يوقع في المدى القريب، إلا أنه شدد على أن واشنطن ليست راغبة في خلق اتفاق جديد مع إيران، إنما تريد إعادة إحياء الاتفاق السابق وأيضا محاولة إعادة إحياء الاتفاق السابق ومحاولة إقناع إيران بالالتزام بموجباتها تجاه هذا الاتفاق الدولي. أيضا دعني أشير إلى أن مصادر في واشنطن أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية قد تفرج عن مليار دولار وعلى أن تستخدم هذه الأموال لضرورات إنسانية في إيران، على أن توضع في حسابات مصرفية في سويسرا وأن يستخدمها الشعب الإيراني لحاجات إنسانية. هذه هي الصورة بالكامل. لكن في الختام المسؤول في الخارجية الذي تحدث مع صحفيين أكد أن الكرة الآن في ملعب طهران وعليها اتخاذ قرار سياسي وفقا لما قال. من واشنطن مراسلنا جو تابت، من موسكو مراسلتنا أريج محمد، وأيضا من فيينا مراسلنا أشرف سعد. وهذه المتابعة لمفاوضات فيينا وللمواقف الأوروبية الأمريكية وأيضا الإيرانية.